تعرف لما ربنا ضرب مثل بالبعوضة؟ الكفار اتعجبوا وقعدوا يتريقوا وقالوا ازاي يليق بخالق الكون انه يضرب مثل بحشرة صغيرة زي البعوضة. قال تعالى: واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. وبعد مرور 1400 سنة تظهر المفاجأة الكبرى والآية العظيمة. انثى البعوضة عندها 100 عين في راسها و48 سن في بقها و6 سكاكين في خرطومها. دي كمان عندها جهاز تخدير موضعي بيساعدها تغرز ابرتها في جسم الانسان من غير ما يحس بقرصتها. تخيل ان البعوضة عندها معمل تحاليل صغير بتحلل الدم قبل ما تبدأ عملية الامتصاص لانها مش بتستسيغ اي دماء. البعوضة مزودة بجهاز حرارة بيشتغل زي نظام الاشعة تحت الحمراء، بيعكس لون الجلد البشري في الضلمة، عامل بالظبط زي انظمة الرؤية الليلية اللي بيستخدمها الجنود. لكن بقى الاغرب من كل ده ان العلم الحديث اكتشف ان في حشرة صغيرة بتعيش فوق ظهر البعوضة مش ممكن تشوفها بالعين المجردة. قال الله تعالى: ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما تنساش تقول سبحان الله وتشترك في القناة وتعمل لايك.